معاهدة لوزان قاب قوسين من القرن وحدود مستقبلية بعد العام 2023. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والتي كسبها دول الحلفاء بريطانيا، إيرلندا، فرنسا، روسيا وإيطاليا، أبرمت معاهدة سيفر سنة 1920 والتي كانت تاريخاً لا ينسى للكرد الأجداد. وعدوا الكرد بدولة وكيان سياسي مستقل على مراحل. آنذاك كانت الدولة العثمانية تنازع سكرات الموت تحت خط السقوط والعدم. أكثر من 600 عام من الحروب والغزوات التي احتلت فيها أكثر من 50 دولة جلها عربية وامتد احتلالها أكثر من 4 قرون. في آب أغسطس سنة 1920 انهارت الدولة العثمانية وسقطت أجزاء كبيرة من تلك المناطق تحت النفوذ البريطاني والفرنسي. أوجدوا معاهدة لوزان الثانية في 24 من تموز يوليو سنة 1923 بغياب الممثل الكردي في المباحثات. مباحثات جاءت لنفخ الروح في جسد تركيا. معاهدة أعلنتها دول الحلفاء لتأسيس دولة حديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وتضمنت 143 مادة موزعة على 27 وثيقة. اعتبر الكرد تلك المعاهدة طعنة بالظهر، حيث نسفت وعود اتفاقية سيفر لإرضاء تركيا، كون الدول الحلفاء تخوفوا من تمدد نفوذ الاتحاد السوفيتي والشيوعيين، فكانت حقوق وآمال الشعب الكردي الضحية. اليوم داعش هي وليدة العثمانيين وبداية مخطط تركيا قبل أن تنجلي شمس لوزان. بحرب الوكالة عملت تركيا على احتلال مناطق شاسعة من سوريا والعراق عبر تنظيم داعش الإرهابي سنة 2014 كخطوة لرسم الحلم العثماني بخارطة الخلافة الإسلامية. عملياً تحتل تركيا مناطق إدلب، عفرين، جرابلس وتل أبيض بالإضافة لسريكانية من الطرف السوري. أما الطرف العراقي هناك تواجد للأتراك في تل عفر وبعشيقة، فيما احتلت أكثر من 20 كيلومترا من جبال كردستان المطلة على الإقليم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب بمراجعة معاهدة لوزان مرارا وتكرارا، الأمر الذي أقلق الغرب خاصة ظهوره كان وسط خرائط تتجاوز حدود تركيا الحالية. مع انتهاء لوزان تسعى أنقرة للتنقيب عن النفط بعد أن منعتها إحدى بنود المعاهدة، إلى جانب السيطرة على مضيق البوسفور وحفر قناة بين بحري المتوسط ومرمرة، مخطط يجده الغرب في كف تهديد الاستغلال التركي لهم. مراقبون يعتقدون أنه خلال العامين المتبقيين للوزان ستكون مناطق شمال سوريا وأطراف من العراق وصولا للموصل على صفيح ساخن من الصراع، فأحفاد أرطغرل يسعون للتخلص من بنود المعاهدة واحتلال كردستان. الكرد طعنوا في معاهدة سيفر ومهابات واتفاقية الجزائر وثورة الشيخ سعيد، وقد كانت تلك المعاهدات نقيضاً للواقع، توقيت يعتقد بأنه لن يحالف الحظ تركيا، فاصطدامها بمشروع الكرد هو لجم لمساعيها في إعادة حلم الدولة العثمانية الحافل بالمجازر والإبادات للكفن، إذ يقول الكرد أوارا لنا أو بهار، أي المكان هو ذاته ولكن الربيع ليس هو ذاته. تساؤلات نطرحها للمتابعين: هل ستعود تركيا بإمبراطورية وخلافة جديدة؟ كيف سيكون موقف الدول العظمى والغرب بعد لوزان؟ هل من حروب جديدة قبل 2023؟ خاصة والكرد على أبواب حلمهم المنتظر في مواجهة العدو التاريخي لهم وللشرق الأوسط عامة.